الشيخ أحمد بن محمد الخليفة باختيار مجموعة من رجاله الأشداء على شكل قوة خاصة، وأوكل إليهم مهمة دخول القلعة عن طريق الجدول المغطى بنفق مسقوف. وبسرعة دخل هؤلاء الرجال إلى فتحة العين واتجهوا إلى بوابة القلعة بعملية صعيقة ومفاجئة، ففتحوا البوابة وأخذت القوات الجاهزة في الخارج تندفع إلى داخلها، واكتسحت الحامية التي سرعان ما ألقت السلاح واستسلمت. على سراج المفاخر نسري الليل بعزم شجعان، نخوض أرض الصلايب وبثبات نعس بداجيها، شداد أفعال طوعنا الشديدة بساحة الميدان، كسبنا من نواميس الشهامة وكل معانيها، نقشنا الفخر بحروف الجسارة بقلعة الديوان، سري أحمد الفاتح تطوع من ظلم فيها، نقشنا الفخر بحروف الجسارة قلعة الديوان، سرية أحمد الفاتح تطوع من ظلم فيها، وتعلت راية المجد الخليفي من على كحيلان، سيوف رجالنا سلت من أجل الحق تحميها، دمنا وقدامنا عنوان، ونثبت في
الجدار افعالي طوعنا الشديده بساحه الميدان.